البارح كان غادي يكون هذا اللقاء، ولكن الطائره ما وصلت الى 11 ديال الليل، اذا هذا كان عذر يعني مقبول. انا كان في مشكل ديال الوصول متاخر جدا ديال الاخوان، ولكن الحمد لله اليوم 11 ونص كما اتفقنا. فهذا اللقاء اللي كيترأسه السي محمد بن ماهر رئيس الجامعه، واللي غادي يحيطكم علما بجميع تفاصيل هذه التظاهره، بالاضافه الى السي محمد كتيم اللي هو رئيس اللجنه ديال الحكام، والسي محمد زغلول اللي هو المدير العام الجامعة الملكية المغربية للدراجات، وكذلك الآن هو ينوب الحكم الدولي في التظاهر. تفضل السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيد باش باسم الدراجة المغربية باش نكونوا حاضرين هنا في مدينة الدخلة عاصمة وادي الذهب بمناسبة تنظيم طواف الأمير الجليل مولاي الحسن ولي العهد للمملكة المغربية في نسخته السادسة. ومعلوم أن هذا الطواف وهذا التوري الكبير الآن بدأت تصدر واحد المجموعة ديال الدوريات في العالم. يمكن نقول لكم منذ الآن بأن هذا الدوري الآن أصبح من 10 هو يحتل الرقم 8 في السباقات اللي مبرمجة في الاتحاد الدولي واللي عندها صبغة دولية هذه السنة، حيث أن هناك طواف موسكو، طواف موسكو، وكاين طواف أذربيجان، وكاين طواف الأمير مولاي الحسن، وكاين جيرو ديتاليا، جيرو ديتاليا حتى هو. هادشي راه نعطيه لكم إلا بغيتو باش تعرفوا بأن الطوافات اللي منظمة الآن، وكاين كذلك طواف كاليفورنيا في أمريكا، واللي طواف الامير مولاي حسن هو داخل بيناتها، مما يثبت ثبوتا قطعيا على ان الحمد لله هذا الطواف اللي تتعيش المنطقه ديال وادي الذهب والبويره هو طواف اللي الان قبله ديال العالم كله، متبعو العالم كله، تعرفوا العالم كله، ان ماشي بالسهل باش يولي من ثمانيه الطوافات اللي في العالم، اقول في العالم واؤكدها. وهنا الجدولة ديال السباقات اللي كاينه واللي تثبت قطعيا ما اقوله، ولذلك نحن فخورين وفرحانين بالطواف، وكذلك تنستغل فرصه منذ البدايه باش نشيد بجميع المتدخلين في هذه الطوافات، وعلى راسهم الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي وفرنا جميع 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 المسائل المتعلقه بهذا الطواف، واللي حقيقه احنا التقطنا هذه الالتفافه المولويه والعطف الملكي السامي، حيث ان جميع الامور الحمد لله توفرت لنا، وسيدنا الله ينصرهم يطفي الرعايه ديالو على هذا الطواف الا والحمد لله تيكونوا الاشارات القويه، وبالتالي واحد المجموعه ديال الاشياء احنا الان فخورين كذلك بالكثره ديال الطلبات، حيث ان توصلنا ب 42 طلب للمشاركه الدولي، 42 طلب، 42 دوله اللي كانت باغيه تجي تشارك، رغم انها هي المده وهذه اللي تكون فيها الطوافات بزاف، ولكن نظرا للمسائل ديال اللوجستيكيه فاقتصرنا فقط على المشاركه ديال 12 الفريق، 12 الفريق. علاش 12 الفريق؟ 12 الفريق لان الذكرى هي 12، هي الذكرى ديال الميلاد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن، هي الذكرى 12، اذا بغينا نجسدوا هذاك الرقم ديال 12 في الذكرى ديال صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن بمشاركه 12 الفريق ينتمون الى دول اللي جات من اسيا ومن افريقيا ومن اوروبا. وهي هذه الدول هذه اللي مشاركه معنا واللي تم الاختيار ديالها هي كذلك عندها واحد الرمزيه، الرمزيه هو ان دول شقيقه، دول شقيقه ديال المملكه المغربيه وعندها علاقات وطيده معها، وبغينا كذلك نزيدوا نوطدوا علاقه كبيره معها، ونبدا بدوله مصر الكبرى اللي هي تتمثل رمز ديال العروبه وديال الاخاء وديال كل شيء والعمق العربي والاسلامي، وكذلك لانه فيها رئيس الاتحاد الافريقي سي وزي عزام والرئيس ديال الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اضافه الى
السنغال، مالي، تونس، السعودية، إسبانيا إلى غير هذو كلهم. أولا فيها رمزية ديال 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 الشعوب اللي حاضرة معنا، السعودية وهي المهد ديال ديال العروبة عاوتاني والإسلام وجاية من آسيا إلى آخره، ودولة شقيقة كبيرة للمغرب. وكذلك بالنسبة لشكون الأخرى، بالنسبة للسنغال ومالي، بغينا نجسدوا كذلك العمق الإفريقي نتاع المملكة المغربية والتجذر ديالو في إفريقيا، وهي رسالة لكل من يهمه الأمر على أن المهم الحمد لله المغرب هو دائما تعتبر نفسه بحال وبحال جميع الدول الإفريقية اللي فيها الإخاء. كذلك هذا الطواف هذا تلتقط بإشارة كبيرة كبيرة جدا التعاون المثمر والكبير نتاع السلطات المحلية ديال المدينة الداخلة على رأس السيد الوالي، اللي حققها في اللجنة التنظيمية. اختارينا بعد ما كانوا حنا عندنا بزاف ديال العروض باش نديروا الطواف الأمير مولاي الحسن، حيت أن تتعرفوا هذا الطواف هو أول تظاهرة رياضية اللي شرف عليها شخصيا ولي العهد المملكة المغربية، شرف عليها وعطى الانطلاقة ديالو المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة وكل شيء، والآن نحن في المرة السادسة. ولذلك كان عندنا مجموعة ديال العروض من مجموعة ديال الدول اللي باغية باش تنظم وتكون عندها هذا الطواف، ولكن اهتدى الرأي في الجامعة ديالنا الملكية باش نديروا هذا الطواف الداخلة والعاصمة ديال الكويرة واد الذهب، لأن حقيقة فيها رمزية، فيها رمزية وفيها كذلك واحد الرد على ما رد اللي ما تعرضت له الجامعة الملكية المغربية، فيها واحد الرد، لأن تتعرفوا جميعا أننا مشينا لطواف الجزائر ووقع لنا ما وقع، ولكن الآن تنقول لكل من يهم الأمر إذا بغى يجي يشوف المغرب الحقيقي والمغرب الجميل ديالنا اللي تنعم بالأمن وبالاستقرار وبالطمأنينة، يجي يجري معنا في عمق الصحراء، يجي معنا يمشي معنا العرقوب، يمشي معنا البيرانزاران، يمشي معنا لجميع المناطق اللي غادي ان شاء الله غادي تجو لها الدراجه المغربيه. اذا احنا هذه كذلك اشارات لكل من يهمه الامر على ان الدراجه المغربيه تجو بجميع المناطق المملكه بعد ما جرت العيون وبوجدور والمناطق ديال الصحراء ديال المنطقه ديال العيون، ها هي الان في منطقه واد الذهب الكويره، وتجري ان شاء الله باش نكملوا جميع المناطق ديال المملكه، سيما انه في طواف المغرب كذلك شفنا المناطق الشماليه والشرقيه والغربيه ديال المملكه. اذا هنا راه اشارتكم، اذا بغيتوا شي سؤال ولا شي حاجه هنا راه اشارتكم. تفضل اسمح الرحمن الرحيم. لا سمحت لي هضر، قلنا الجريده ديالو المنبر، المنبر المنبر بعلم اذاعه مدينه اف ام، وكذلك جريده لوبي. السيد الرئيس شارك معنا في 21 طواف للمغرب 22 السيد الرئيس حقيقه انه لاحظنا بكل اعتزاز وافتخار انه هذا الدوري ديال العهد مولاي الحسن اصبح ياخذ المكانه الدوليه اللائقه به، ذلك اننا من سنه لاخرى نشاهد ونلاحظ تهافت الدول على طلب المشاركه في هذا الدوري الدولي، خاصه انه صاحب السمو الملكي ولي العهد شرفه بحضوره الشخصي في عدة يعني مناسبات، ولذلك فنحن الآن يعني نلاحظ أنكم قررتم أن تنتقلوا بهذا الدوري من عبر مختلف مدن وأقاليم المملكة، والحمد لله اليوم انتقل إلى أقاليمنا الصحراوية اللي هي عزيزة على كل مغربي ومغربية. بغينا نعرفوا من خلالكم سيد الرئيس، لأن سمعنا أن هناك عدد كبير من الدول طلبت المشاركة ورغبت في المشاركة في هذا الدوري، لكنكم محدودين بالعدد الذي يجب أن يشارك، لماذا يعني لا تفتحون المجال أمام كل الدول حتى يتأتى لها التعرف ومعرفة خاصة أقاليمنا الجنوبية؟ شكرا
قال سعد باطل الشعيبي في التوقيع اللي باش جاوبت عليه بان احنا توصلنا 42 طلب كما تنأكدها بان توصلنا 42 طلب للمشاركه، ولكن اللجنه التنظيميه اللي تترأسها الاخ خلدون عبد الخالد اقتصرت فقط على 12 الفريق. علاش 12 الفريق؟ لانه هو هذا الرقم هذا تيجسد الذكرى الميمونه ديال ميلاد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن اللي الحمد لله الان بلغ سن ديال 12 سنه. هذا علاش اقتصرنا على 12 الفريق للمشاركه. تفضل. لا واخا نجيبو. تفضل. محمد ابراهيم رئيس الوفد المصري ومدرب المدير التقني للمنتخب الوطني. طبعا احنا بنشكر الجامعه الملكيه المغربيه على المجهود الجبار اللي عاملاه في خلال 45 يوم، بتنظم حوالي 4 سباقات دوليه قويه، بدا من سباق المسيره الخضراء في الصحراء وطواف المغرب الدولي وسباق الدور السادس لصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الجليل مولاي الحسن، وده مجهود طبعا طيب جدا بذلته الجامعه، وبنشكرهم وبنشكر حضرتك والجامعه على حسن استقبالهم للفريق المصري وكل الفرق، وان انتم ساعدتونا كتير اننا نشارك في كل السباقات ديت. كان ليا سؤال بوجهه لحضرتك، هو ايه سبب اختيار ان السباق السنه دي يكون في مدينه الدخل؟ فعلا كما سبق لي باش بان احنا اولا بمدينه الدخل لان الدراجه المغربيه اولا خدينا على عاتقنا باش نزوروا جميع المناطق نتاع المملكه المغربيه، حيث ان طواف الصحراء تصوب اخيرا كما عشتيه في المنطقه ديال عيون بوجدور، المنطقه ديال الساقيه الحمراء، وعاوتاني من بعد منه كان طواف المغرب، طواف المغرب اللي تصوب في مراكش وطنجه الشمال والشرق المملكه، اذا بقى لنا الجنوب، الجنوب المملكه هو والداخله الكويره وادي الذهب هي المنطقه الجنوبيه للمملكه المغربيه، وان كان الاحياء باقين ما كملناش لانه نحن مجبرين حسب التنظيم الدولي، لان هذا طواف دولي كما قلت لكم واللي مسجل في الاتحاد الدولي، واللي تنزيد ناكد لكم واللي بغى نعطي هذاك الجدول الان يعطيني الايميل باش نصيفطها له، انه ما بين العشر طوافات الاولى في العالم، من العشر طوافات الاولى، حيث انه الان يتنافس مع طواف موسكو، طواف جيرو في ايطاليا، وطواف كاليفورنيا في امريكا، يكفينا فخرا لان الحمد لله الطواف ديالنا دخل واحد الخانه ديال الكبار، التوب مونديال، ديت الطوافات الكبرى. اذا هذا الشيء علاش اننا جينا لهنايا، ومازال ان شاء الله عاوتاني في السباقات المحليه مع ميلاد نادي جديد هذاك السنه هنايا، لان غنمشيو لمناطق اخرى ديال هذه المنطقه هذه، لانه كاين سباقات دوليه، هذا السباق دولي اللي معتمد من طرف الاتحاد الدولي واللي تيتنظم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله، وكذلك هناك سباقات وطنيه اللي ان شاء الله ناملوا بان هذا الطواف غادي يزيد يحفز المتسابقين وكلشي مع الاستعداد الكامل والتهيئه الكامله ديال السلطات المحليه والمدير والشباب والرياضه والمنتخبين في المنطقه ديال الداخله، حقيقه نلمسوا وتنشوفوا على انه كاين واحد الاستعداد كبير باش يديروا انديه وباش تمارس هنا الدراجه بشكل غريب، وحقيقه انا فرحان بهذا الانخراط الكلي والعام ديال جميع المتداخلين في الشان الشبابي والرياضي. في السنه كان وقع واحد المشكل في المعيد ديال الطيران، فما كانش يمكن له يلتحق في وقتها. الاتحاد الدولي اتصل بنا باش نعينوا من ينوب عليه ريثما يوصل، فالجامعه الملكيه في شخص رئيسها عينوني انا لانني شخصيا حكم دولي في 1981. هذه مبادرة طيبة أن يتنظم بحال هذا النوع من السباقات في جهة واد الذهب الكويرة، وهذا الشيء ماشي جديد علينا، لأن الحمد لله كانت لقاءات دولية أكبر وأكبر. السؤال اللي بغيت نقول لكم هو هذا الطواف ولا هذا الدوري إن شاء الله، واش غيكون سنوي في بحال هذه المناسبة
ولا غير اقتصرتم هذه السنة؟ مهم واش غتكون استمرارية لهذا غيحتفل به دائما؟ كيف هو الرئيس ديالو وحقيقة هذا مشرف، ولكن احنا تنعرفوا كاين الطاقس، كاين واحد العوامل اللي شويه ما عطاتش ديك الممارسه اللي بغينا 100% بحال بعض المناطق الجبليه، ولكن هادشي كله ان شاء الله غادي نحاولوا باش نعالجوه في هذا. ولكن حنا تنوعدوا بان الجامعه دائما تبقى تجي، ودائما تبقى تجي للمنطقه، سيما ان الا لاحظتوا انتم غادي تلاحظوها في المشاركه الفعليه ان حتى هذا الطواف غادي تشارك فيه فريق من العصبة ديال الصحراء، العصبة ديال الصحراء اللي هو العصبة ديال الدراجة في الصحراء، لأن الصحراء المغربية فيها عصبة خاصة بها، فيها عصبة بشحال هادي وهي فيها، إذن هاد العصبة الصحراء الآن عندها منتخب ديالها وغادي يشارك في هاد الطواف، غادي يشارك فيها، لأن تعطات لهم باش يشاركوا مع هاد الأبطال، مع الأبطال الفريق الوطني، مع الأبطال الآخرين، تعطات لهم واحد النوع ديال الاحتكاك والرمزية الكبيرة بأن الأبطال ديال العصبة ديال الصحراء اللي من العيون ومن بوجدور ومن الداخلة وكذا غادي يشاركوا في هاد الملتقى بعد ما تيشوفوا هادوك المدربين واش يمكن لهم يسيروا، لأن المرحلة ديال اليوم مثلا اللي فيها 140 كيلومتر راه ماشي بالسهل، راه ماشي سهلة، والمرحلة غدا كذلك إلى آخره، طواف قوي وصعيب من ناحية التقنية ومن ناحية كل شيء، لذلك راه هو كما قلت لكم قبيلة مسجل ضمن العشر طوافات العالمية الكبرى اللي الآن تتمارسات خلال هذا الشهر. هذا الشيء اللي قلتي لي، لأن الدراجة المغربية منذ 2009 إلى الآن وهي تعتلي السبورة ديال الترتيب الإفريقي، هي الأولى في الفردي وفي الجماعي، ما بقاش أكثر من هادشي تيهضر لي، إلا كنتي أنت الأول إفريقيا في الفردي والجماعي منذ 5 سنوات تيهضر لي، هادي نتيجة ما كاينش شي رياضة في المغرب اللي دايرها، ما كاينش اللي دايرها أكثر من ذلك. الدراجة المغربية تأهلت للألعاب الأولمبية لندن 2012، تأهلت كذلك الدراجة المغربية تتأهل سنويا لبطولة العالم، آخر مرة تأهلت اللي كانت في بونفيرادا في إسبانيا، وهذا العام إن شاء الله بما أنه غادي تحصل الرتبة الأولى طبيعي أنه غادي تمشي لبطولة العالم، غادي تأهل لها. كذلك الآن عندنا متسابقين مغاربة اللي جبناهم الآن من سويسرا، اللي تيعسكروا في سويسرا في مدينة إيكل في السونتر مونديال دو سيكليزم، المركز الدولي للدراجات، ما عمرها ما كانوا 6 ديال الأبطال المغاربة يعسكرون على الدوام في سويسرا في القمة ديال الدراجة العالمية مع أبطال عالميين، وأكثر من ذلك تحققوا نتائج مهمة جدا. هو معنا دابا المراوني صلاح الدين، غادي تشوفوه بطل صاعد إن شاء الله أقل من 23 سنة، اللي حقق نتائج جد جد كبيرة، وكذلك أنس أيت العبدية اللي دا طواف الجيرة في فرنسا أخيرا، هذا آخر طواف اللي جرى في الجيرة اللي معروف طواف الجبال، دا المرتبة الثانية وما عندوش 23 سنة، باقي صغير 9 ثواني. كذلك البنات ديال الدراجة المغربية داو البطولة العربية داو أخيرا في الشارقة، داو كل شيء، الشبان داو جميع البطولات، عندنا بطل إفريقيا كل سميتو شكري المهدي بطل إفريقيا. إذن هادو نتائج كلها ناطقة، احنا ما عندناش مشاكل في الدراجة المغربية، عندنا ممارسة، عندنا اليومي اون لو جير زعما تندبروا الممارسه اليوميه وكل شيء، اذا حنا ما عندناش بعدا مشاكل. الدراجه ما فيهاش الشغب، ما فيها حتى شي حاجه، دراجه نظيفه، الدراجه هي واحد الرياضه ديال الاغنياء، نعم يمارسونها الفقراء، ولكن تيكونوا تيبغيوها وتيحبوها، ولذلك بغيتك تعرف الاستاذ الكريم اننا ما عندناش مشاكل ونتائجنا ناطقه، ولولا هذه النتائج الباهره والناطقه لما كان سيدنا الله ينصرو يعطينا الرعايه، لان احنا التظاهرات نتاعنا دائما التظاهرات الدوليه ديالنا اللي تنبغيو تناخذوا فيها الرعايه الساميه صاحب الجلاله،
وهذا الكلام تنقول لكم راه ماشي راه عنده اكثر من هذا، وحنا فخورين بهذه الرعايه في الوقت اللي بعض الوزراء كاع اللي هادي تيبغيو ينظموا شي حاجه والرعايه ما تتعطى لهمش، ولكن حنا الحمد لله تتعطى لنا الرعايه الساميه صاحب الجلاله وكل شيء كاين. اذا بغيت نقول لك راه ما عندناش مشاكل، الدراجه الحمد لله بخير وعلى خير، النتائج كاينه وغادي بهدوء بنظام وانتظام وغادي بهذا، ولكن هادشي راه ماشي بوحديتنا، راه ماشي بوحديتنا الدراجه المغربيه، معنا حنا تنديروا الجانب التقني والجانب اللوجيستيكي وكل شيء، ولكن في الجانب الاخر هناك وزاره الشباب والرياضه، هناك اللجنه الاولمبيه، هناك الدرك الملكي، الامن الوطني، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، المنتخبين، الساده العمال، الولاة، الصحافه، انتوما المكتوبه والمسموعه والمرئيه والالكترونيه كل شيء. اذا لذلك تنخلص باش نقول لكم على ان الدراجه المغربيه هو تراث مغربي اللي تصوب في 1916 اول طواف في المغرب، تراث مغربي خصنا نفتخروا به جميعا، وتعتبر واحد راس مال لا مادي نتاع جميع المغاربه، علينا جميعا ان نقويه وان ندعمه، لان حتى شي دوله في افريقيا ما عندها بحالنا، ويكفينا فخرا على ان الاتحاد الدولي تيخص لنا بوحديتنا في افريقيا بوحديتنا، تنأكد لكم 10 ديال الطوافات، ما كاينش شي دوله اخرى اللي عندها في الطواف ديالها 10، كاين المغرب فوق فقط اللي عنده 10. اذا نظرا للحموله التاريخيه والقيمه ديالو، وكذلك نظرا للامن والاستقرار والطمانينه اللي تنعيشوا فيه. طواف هو اليوم طواف دولي حاضر مجموعه ديال الفرق المشاركه من مصر، من السنغال، من مالي، من السعوديه، هو يستحق الدعم الليله اليوم اللي ما يمكنناش نفصلوا حتى الطوافات على الواقع ديال المنطقه هنا بخصوصيتها السياسيه، لماذا حتى المرحله مثلا في طواف اليوم انفتح نيت على موريتان، تكون مرحله من مراحل الطواف تكون موريتان مثلا المرحله الاخيره اللي يكون عندها واحد الوقت لا على المستوى السياسي لا على المستوى الرياضي في الانفتاح على دوله شقيقه اللي تقرب لنا حنا غير هنا ب واحد 500 كيلو. تفضل الملكيه المغربيه لكره السله، وحنا سميتنا الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات. مزيان صافي، هاد 45 جامعه فيها 28 الاولمبيه اللي عندها الرياضه ديالها عندها داك الطابع الاولمبي اللي الان خصنا نعملوا جميعا باش نتاهلوا ان شاء الله لريو دي جانيرو في البرازيل 2016. 28 اصل 45، هذيك 28 اللي هي رياضه اولمبيه اللي هي الدراجات، واللي كما تتعرف نتايا سمني على انه من تطلع الشمال ديال الكره الارضيه كل شيء تيامن بالدراجه، كل شيء تيدير الدراجه، ما يمكنلكش تمشي للدنمارك لفرنسا، فرنسا فيها 28000 سباق في السنه، 28000 1000 حنا تنديرو 10 السباقات في المغرب تنديرو 10، فرنسا فيها 28000 سباق دولي في العام. اذا هادشي كله تينم علاش؟ انه الاخوان مشكورين جبدوا لنا القضيه ديال موريتانيا، تتعرفوا موريتانيا حنا خدمنا في اطار الاتحاد العربي الاتحاد الافريقي كلشي باش ان شاء الله باش موريتانيا ترجع لحاضره الممارسه ديال الدراجات. الان قدموا الملف ديالهم نظرا واعتبارا الامور اللي كانت عندهم الى اخره، قدموا باش يعاودوا يجددوا المشاركه ديالهم، مازال رسميا ما تقبلوش في الاتحاد الدولي، مازال رسميا ما عندهمش واحد عندهمش اجراءات خصهم يكملوها، ولذلك زعما حنا معاهم باش يكملوا باش يكون عندهم هذاك الطابع الدولي ويمكن لهم يشاركوا في جميع الطوافات، لانهم عاد تيوجدوا عاد تيديروا هذا، وحنا معاهم وتنساندوهم كل شيء. الفكره اللي جاب الاستاذ جميله انه يمكن شي نهار نديروا لحاق مشترك ما بيننا وما بين موريتانيا، لماذا لا؟ ممكن نديروه ممتاز الصحراء من الصحراء باش يمكننا نديروه. كذلك باش نجيدوا ننشروا اللعبه ديال الدراجه في الداخله انا عندي دابا هنايا واحد المجموعه ديال الحوايج، بان تيقولوا بان الداخله اصبحت عاصمه نتاع الرياضه في العالم، هي عندي الرياضه البحريه وكل شيء، مجموعه ديال الرياضات هي عندي نعطيها لكم. حنا كذلك كما قلت لك كما بديت كرياضه اولمبيه لا يمكن باش ما تكونش الدراجه في هذه المنطقه، لا يمكن
لان احنا بالنسبه لنا الابطال اللي تيجيو تيكتشفوا هذه الطبيعه الخلابه والجماليه ديال المنطقه وكل شيء. اذا لابد احنا من جهتنا باش ندعموا الدعم الكامل مع العصبه ديال الصحراء باش ان شاء الله تزيد تقوى ودير كل شيء. نعم انه حسب لان قبل ما نديروا هذا الطوف راه كاين واحد الترتيبات كبيره درنا، كاينه اولا الزياره الميدانيه وكاينه الزياره التقنيه وكاين باش نشوفوا داك الشيء الى اخره كله. يمكن لك تشرحوا هذا السيد؟ نعم. اولا انا كنشكر الزملاء والزميلات والزميلات والزملاء الصحفيين والصحفيات. خصكم تعرفوا بانه ارتقى تنظيم الدراجات في الداخل، رفعنا مستواه، رفعنا مستواه التنظيمي. تعرفوا بانه السنه الماضيه نظمنا وقبلها نظمنا وقبلها نظمنا خمس مرات، وحنا كنظموا شالونج المسيره الخضراء الذي يمتد من اكادير الى الداخله، وكان هدفنا هو تاسيس نادي. بالفعل تاسس نادي ديال الدراجه، بالفعل تاسس هذا النادي، ولكن كنتمنوا انكم انتم كصحفيين بحال اللي حنا صحفيين في العيون، حنا الذين نمارس ونساعد في يعني باش وليداتنا يستافدوا من الدراجه. إذا انتم ما دخلتوش كاعلاميين راه غادي يبقى داكشي دائما اللور. اذا انا هذه مناشده لكم جميعا. نضيف لكم بانه اول مره كنمشوا الاطار في موريتانيا، وشاركنا في طواف اطار في موريتانيا، ودينا تركت عصبه الصحراء وشاركنا باسم عصبه الصحراء، وجبرنا الوزيره الشباب والرياضه والدوله كامله، وفين في اطار يعني البعيده جدا عن واكشوط. كذلك لاول مره كنظموا يعني سيركوي فيرمي في وسط نواكشوط، وسط مدينه نواكشوط، واللي فاز به المرحله الاولى فاز بها واحد من السنغال، والمرحله الثانيه فزنا بها احنا نحن من المغرب. اذا احنا مادين يدينا للجامعه الاتحاديه الموريتانيه، واللي لا هما لا يلحقوا، لا يلحق فيهم صحفي اليوم وجوج ديال الدراجين كضيوف شرف، وهذا رانا دايرينه في الكومينيكي دو بريس. بالنسبه للداخله هذه ثاني خاصها تعرفوها، اول رياضه اللي تقيس منين؟ بيران زران. ما كاينش رياضه اللي تقد تلحق بيران زران، ما كاين تيران كره ولا شيء، ولكن الدراجه ستعطي الانطلاقه الرسميه من بيران زران. كذلك الدراجه اللي تقيس العرقوب. اذا شوف جوج ديال المناطق اللي هي استراتيجيه وحساسه هي اللي يقيسوها. بالنسبه لموريتانيا احنا كان دائما عندنا الهاجس، ولكن المشكل انك الى لحقت موريتانيا يا اما خصك تنظم في الواديبو او تنظم في الواكشوط، ما بين الحدود المغربيه ما يمكنش الدراجه تمشي في هذيك لابيس ديال قندهار نهائيا، ودراجه غادي تشوفها كتسوى 12 مليون 12 مليون سنتيم كتسوى الدراجه، فبالتالي يعني هذا مستوى عالي جدا. انا اللي لقينا بانه تيدير لنا فريق ديال الجمهوريه العربيه الصحراويه، ما سمي بالجمهوريه الوهميه. من المديات الجمهوريه ما كايناش، غير معترف به، انا عضو الاتحاد الدولي، انا عضو الاتحاد الدولي، ما يمكنش. جا الحكم الدولي شطب عليها، شطب قال ما كاينش هذا، راه لا ليسونس انترناسيونال ما عندوش، هذيك الرخصه ديال اللي تلعبوا بها ديال الدوليه ما عندهمش، ما لان هذاك كيان مصطنع ماشي دوله ماشي هذه الى اخره، اذا حيدهم شطب عليها مزيان. لعبنا باش تبعوا ربحنا، هذا المراوني جا هو الثاني، جا واحد خينا سميتو هشام شعبان هو الاول، تعجبنا احنا قلنا كيفاش المراولي كان هو يقود السباق منذ البدايه في وسط المدينه، فاذا به واحد اخر تيدخل هو الاول، تعجبنا قلنا ما كاين مشكل، خدينا المنصب الثاني ودخلنا. احنا غاديين تعرضوا للمدرب ديالنا بغاو يضربوه عمر، هذا هما هنا هما معنا، مشاو تيضربوه بقات مناوشات. انا كنت حاضر شخصيا، تدخلت مشيت عندهم قلت لهم الله يخليكم هذا راه لاعبين راه كذا، قال لك لا شوف انتم في الضيافه بوتفليقه ما عندكش مين تخاف، قلت له انا ما خايفش، انا راه مشاو تيهددوا لي المدرب ديالي ومشاو تيديروا لي كذا. المهم بحال دريبلا ولا مشينا بحال هذا. لا قلت ليه اش داروا؟ حيدوا مين تحيدوا هذوك؟ مين احنا هبطنا من المنصات جينا الثانيين وما زين رياض البوليزاريو، زين رياض البوليزاريو ما يمكنش حنا نلعبوا حنايا واحد تيربح واحد تيربح وواحد تيطلع يهز الرايحه، ما يمكنش. اودي الله يهديكم، هما في بلادهم دايرين ما بغاو الرعب وداك الشيء كله، دايرين اللي بغاو مزيان. لا قلت ليه مشينا في حالتنا، هادو خياتي اللي جاو تيهددوا المدرب وعمر وداك الشيء، جاو لا قلت ليه عاوتاني لابسين هذا وجينا غادي يجريو. اذا اضطرينا باش ننسحبوا، انسحبنا من السباق وجينا في حالتنا، دخلنا المغرب ودخلنا.
راه دابا باش نرجعوا ودرنا تقرير ودرنا شكايه وحنا خدامين فيها. هذا في الجزائر وانسحبت الامارات وربحات وانسحبت فرنسا وخلاوهم بوحديتهم تيجريو خلاوهم شي هذا الى اخره شي وحدين معاهم. دابا الجميل في الامر هو هذاك السيد اللي ربح الطواف هذا الشيء هشام سعبان لقاو داير الدوباج تناول المنشطات. هذاك اللي قلت لكم ما عرفناش كيفاش دار الربح ما عرفناش اللي يمكن هزوه وحطوه هذه الحقيقه لقاو مدوبي. ها هو دابا نعطيه لكم وهادشي راه كاين في الانترنت راه ما فيهش المناقشه. هشام شعبان لقاو مدوبي معنى ذلك هذاك الطواف غادي يتلغى كاع صافي لان هذاك السيد وقع النتائج الرسميه ديالو هذاك اللي دا الطواف هو هشام شعبان. شعبان لقاو متناول المنشطات لقاو ماشي حنايا لان ما تيديروا تيمشيو يقلبوا لقاو دابا الجامعه الجزائريه ديالهم اولا تضطرت باش توقفوا على الممارسه في انتظار هذاك التحكيم والحكم الدولي ديال كذا لان طواف تعود للجزائر دولي. اذا باش نقول لك على اننا حنا ما تنقصوا حد اللي بغى يجي يشارك مرحبا وكاننا معايير الجزائر قلنا لهم اجيو تشاركوا صيفطنا لهم راه حنا استدعيناهم رغم ذلك راه حنا استدعيناهم ولم يستجيبوا. استدعيناهم قلنا لهم اجيو جريو طواف الامير مولاي حسن وسبق لهم جراو معنا في طواف الامير مولاي حسن اللي عطاه هو رسميا الانطلاقه ديالو راه كاين هادشي راه كاين في لو سيت نتاعنا كلكم تشوفوه في لي فيديو دخلوا ديروا فيدراسيون غوير ماروكا دو سيكليزم كاين لي فيديو راه كاين شارج الامير مولاي حسن الاول والثاني والثالث بفيديو اللي تعطي فيه هو رسميا الانطلاقه. اذا حنا بغيت ناكد لك بان ما تنقصي واحد حنا بالعكس الجزائر استدعيناها وما استطعتش باش تجي لنا عارفه القوه ديال الفريق الوطني المغربي الا جا غادي زعما غادي ما نحتاجش نقول لك اش غادي نديروا لها لان الدراري بعدا الدراري ديالنا جا مروان شتي شارك في الطواف ديالو شارك هو اللي داك شعبان هو اللي جا الثاني ديالو شعبان هو بطل رقم واحد تفضل هو البطل ولكن هذاك شعبان اللي لقينا دابا مدوبي هذا اللي كان